شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذه الليلة تحت عنوان الجد والاجتهاد. ونتحدث بإذن الله تعالى حول هذا الموضوع ضمن مباحث ثلاثة. المبحث الأول الجد والاجتهاد في مجال الطاعة والعبادة. المبحث الثاني الجد والاجتهاد في مجال التعلم والمعرفة. المبحث الثالث في الجد والاجتهاد في مجال العمل والخدمة. ولكن قبل أن نخوض في هذه المباحث نقدم مقدمة قصيرة. وهذه المقدمة إن كل عمل يقوم به الإنسان يبتني على فلسفة فكرية معينة. لا فرق أن يكون هذا العمل عملا حقيرا أو يكون عملا خطيرا. بل في علم الحكمة الإلهية ثبت أنه لا يمكن البحث ليس في الوقوع الخارجي،
وإنما في الإمكان العقلي، لا يمكن صدور عمل معين إلا إذا كانت لدى الفاعل غاية معينة. هم يعبرون عن ذلك بالغاية، ويعبرون عنها بالعلة الغائية، ولكننا نعبر عنها بالفلسفة الفكرية للعمل. ربما تجدون طالبين من طلاب العلم عملهما يختلف، واحد يستيقظ في الساعة 3 فجرا، يعني قبل الفجر بنصف ساعة، مع أنه نام في الساعة 12، ويظل مشتغلا بالعبادة والطاعة والبحث والتحصيل، والثاني منهما ينام حتى الساعة 10. لماذا هذا الاختلاف؟ الاختلاف يبتني على الفلسفة الفكرية. الوالد رحمة الله تعالى عليه كان يقول: بعض الأفراد عندهم فلسفة التأخر في الحياة. التأخر أيضا له فلسفة في الحياة. المتخلفون والمتأخرون دائما هم فلاسفة. لماذا أنت متأخر؟ لماذا لا تعمل؟ لماذا لا تطلب العلم؟ لماذا لم تصبح فقيها من كبار الفقهاء؟ هنالك فلسفة فكرية معينة معدة، ولكن هذه فلسفة التأخر، وفي مقابلها هنالك فلسفة التقدم التي هي وراء تقدم جميع الأفراد المتقدمين. نحن ينبغي علينا قبل كل شيء أن نعرف ما هي الفلسفة الفكرية التي يبتني عليها الجد والاجتهاد في هذه المجالات الثلاث. المبحث الأول: الجد والاجتهاد في مجال الطاعة والعبادة. هنالك بعض الأفراد طاعتهم عبادتهم لله لها سقف معين، عندما يبلغون ذلك الحد يشعرون بأنه انتهى كل شيء. الآن حقيقة إذا واحد منا يتقيد بفرائضه اليومية لا تفوته صلاة أبدا، فوق ذلك في كل ليلة يؤدي نافلة الليل، فوق ذلك مقيد بما ورد في الروايات من صلاة إحدى
وخمسين اللي لعله قل أن نرى من يتقيد بصلاة 51. في ليالي الجمع يقرأ دعاء الكميل. في كل يوم بعد صلاة الصبح يقرأ دعاء الصباح، هذا الدعاء اللطيف المشحون بالمعارف الإلهية. نشعر أنه انتهى كل شيء. يعني إحنا إذا هو ينصير أبرار وأخيار نبلغ إلى هذا الحد، وعند ذلك نشعر أنه كل شيء قد انتهى، أدينا الوظيفة، بل أدينا فوق الوظيفة، بل أحيانا ندل على الله تعالى مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك، الإدلال حتى على الله سبحانه وتعالى. الحقيقة العبادة لله والطاعة لله لا توجد لها، لا يوجد لهما حد معين. الحد هو العجز، هذا هو حد، هذا منعبر عنه بالحد من باب التسامح في التعبير، وإلا لم تنتهي القضية عند هذا الحد. العاجز تارة يكون عجزا تكوينيا، يعني واحد ما يقدر، بالنتيجة إحنا مكونين من لحم وعظم وأعصاب، الله هو الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. إحنا بالنتيجة إذا ما نمنا فترة ننهار، هذا هو العجز التكويني. النوع الثاني من العجز، العجز التشريعي، التعجيز الشرعي. أنتوا إذا رحتوا للبحث لا يمكن أن تجمعوا بين البحث وبين قراءة القرآن. السيد الإمام حفظه الله كان يقول أنه كان أحد كبار العلماء في إصفهان، كان يعتقد أن التحصيل على طلاب العلم في هذا العهد واجب عيني لا واجب كفائي، ولذلك ما كان يعطل في أي ظرف من الظروف على شيخوخته وكبره. أنتم عندما تذهبون إلى البحث والمباحثة والتدريس والتأليف، هذا تعجيز شرعي، يعني في هذه الحالة الشارع أوجب عليكم ذلك على نحو الوجوب العيني أو الكفائي. ما تتمكنون في هذه الحالة عادة أن تقرأوا القرآن. فعبادة الله سبحانه وتعالى وطاعة الله لا يوجد لهما حد. هذه الحالة تبتني على فلسفة فكرية مذكورة، الشيخ الكليني رحمة الله تعالى عليه يذكرها في كتاب الكافي، ولعل هذه الفلسفة تمثل لعله أهم فلسفة للطاعة والعبادة.
الشيخ الكليني رحمة الله تعالى عليه في كتاب الكافي في الأصول صفحة 426 ينقل عن أبي عبد الله الإمام الصادق صلوات الله عليه. الإمام الصادق ينقل عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، قال النبي صلى الله عليه وآله: من عرف الله وعظمه. المعرفة، معرفة الله، ما عرفناك حق معرفتك وما عبدناك حق عبادتك. هذا على ما ببالي حديث. معرفة الله في الآية الكريمة: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم بالله، المعرفة بالله، تعظيم الله، لعل معنى كلمة عظمه يعني عده عظيما. تعظيم في اللغة إحدى معانيه اللغوية عده عظيما، يعني أنتم أحيانا شيء تتعاملون معه تعامل عادي، وأحيانا تعدونه عظيما. من عرف الله وعظمه، هذه هي القاعدة الفكرية التي يبتني عليها الجد والاجتهاد في الطاعة والعبادة. منع فاه من الكلام، لعل المراد الكلام الذي لا يعنيه، وبطنه من الطعام، لعل المراد الطعام فوق المقدار الضروري. شاهدنا في هذه الكلمة: وعنا نفسه بالصيام والقيام، يعني أتعب نفسه. كان عندنا هنالك عباد، هؤلاء كان يقال عنهم أنهم ما كانوا ينامون الليل وما كانوا يأكلون النهار طول عمرهم، يعني هذا طول عمره قائم ليله صائم نهار. كل ما هذه المعرفة والتعظيم بمعنى عده عظيما تكون أكثر، هذا عنا يكون أكثر. من عرف الله وعظمه عنا نفسه بالصيام والقيام. كلما المعرفة تكون أكثر، التعنية والإجهاد والاجتهاد يكون أكثر. ولعله هذا هو العامل الكامن وراء هذه العبادة العجيبة التي نجدها في حياة أهل البيت صلوات الله عليهم. إحنا معرفتنا، يعني كثير منا بالله جدا معرفة متواضعة، ولذلك خشيتنا من الله متواضعة. الخشية لها مبدأ، الخشية مو عمل اختياري، مبدأها المعرفة. الخشية، العبادة، الخشوع، الخضوع، شنو عملنا في قبال الله سبحانه وتعالى؟ أنتم عندما تعرفون أن فلان واحد عظيم بدرجة معينة، تقومون
أمامه بتعظيم يتناسب مع معرفتكم، لكن إذا انكشف لكم أنه هذا فوق ما كنتم تتصورون، تعظيمكم يكون أكثر، احترامكم يكون أكثر. الله سبحانه وتعالى هو الذي لا حد لعظمته، لا حد لجلاله. لذلك في الدعاء نقرأ: وما قدر أعمالنا في جنب نعمك. هذا منطلق آخر، ما قدر أعمالنا في جنب عظمتك. هذه القضية مذكورة في التاريخ قديما، الماء كان يشكل مشكلة عظيمة، وفي المستقبل أيضا هنالك أخطار كثيرة حول الماء، والعلماء يتوقعون أن حروب المستقبل تكون حروب الماء، حرب على الماء، نعوذ بالله من ذلك. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. إحنا ما نعرف قيمة الماء. الماء قديما كان يشكل مشكلة، واحد بدوي مر في صحراء شاف هنالك حفرة اجتمع فيها ماء المطر، ماء المطر مقابل الماء العاجن، مقابل ماء الآبار المالحة. اقروا رواياتنا بالماء التمر كانوا يخلون حتى الماء شوية يفقد ملوحته، وكان يقال لهذا الماء النبيذ. إذا قرأت الروايات شفت كلمة النبيذ، النبيذ في الروايات له معنيان، هذا أحدهما، والثاني هو النبيذ بالمعنى المعروف. قال: هذه أفضل هدية أقدمها للملك الحاكم. كان عنده جرة أو قربة أو ما أشبه ذلك، ملأها من ذاك الماء وجاء إلى الملك ودخل عليه وقدم له ذلك الماء. الملك ما قال له شيئا وتشكر منه وأعطاه جائزة على ذلك. بعدين قال لهؤلاء الخدم: هذا عندما يطلع خذوه فليمر من هذا الطريق. الخدم أخذوه ودوه من ذاك الطريق، وإذا به يمر في بغداد على نهر الدجلة، هذا النهر الكبير الممتلئ بالمياه العذبة. يقولون أن هذا الأعرابي عندما رأى هذا النهر كاد أن يذوب خجلا، أنه الحاكم اللي عايش على ماء الدجلة يجيب له شيء من ماء المطر اللي لابد أنه متغير. إحنا بالآخرة عندما نذهب تعترينا هذه الحالة، أنه ماذا فعلنا؟ ليش ذاك اليوم يوم الندامة؟ ليش ذاك اليوم يوم الحسرة؟ لأنه لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا ما كان تعارف عندما الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه على ما ببالي قريب من هذه المضامين أمر أن يكتب أو كتب على قبر سلمان أو على كفنه: وفت على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم.
إذا سلمان يقول هذا الكلام أو يقال فيه هذا الكلام، إحنا شنو نقول؟ إحنا اللي إذا ليلة واحدة قمنا لصلاة الليل وبكينا في صلاة الليل نظن أننا أصبحنا أولياء لله تعالى، ونفكر أكو تحت هذه السماء الزرقاء واحد مثلنا. ما قدر أعمالنا في جانب عظمة الله سبحانه؟ ولكن هذا الحد الأول حد الكسل، الحد الثاني حد العجز التكويني، الحد الثالث حد العجز التشريعي، تعجيز التشريعي. إحنا واقعين بين هذه الحدود الثلاثة. ولذلك دائما نخاطب الله سبحانه وتعالى ونقول له: اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. ولذلك نقرأ في دعاء الإمام الرضا صلوات الله عليه: لا تحمد الدعاء بعد الزيارة، لا تحمد يا سيدي إلا بتوفيق منك يقتضي حمدا، ولا تشكر على أصغر منة إلا استوجبت بها شكرا. فمتى تحصى نعماؤك يا إلهي وتجازى آلاؤك يا مولاي؟ هذه الرواية ينقلها الحر العاملي رحمة الله تعالى عليه في الوسائل، والرواية طويلة، أخذ هذا المقطع منها. يقول: ولقد دخل أبو جعفر، يعني الإمام الباقر صلوات الله عليه، ابنه يعني ابن الإمام السجاد عليه، على الإمام السجاد، فإذا هو قد بلغ من العبادة ما لم يبلغه أحد. يكفينا أن الإمام السجاد صلوات الله عليه لقب بزين العابدين، هذا لقبه الذي عرف به. فرآه قد اصفر لونه من السهر، بالنتيجة الإمام بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم. الإمام يتألم، إحنا نظن أن الأئمة ما كانوا يتألمون، أن العظماء لا يتألمون، أن كتاب الوسائل اللي نشوفه هذا وراء كل كلمة منه جهد تعب. ربما كان عندما يكتب هذه الكلمات في أقصى درجات الإجهاد والضعف والإعياء. تشوفون موسوعة الجواهر، لكن شنو وراء هذه الكلمات؟ ورمضت عيناه من البكاء، يعني حميت حتى كادت أن تحترق، هذا معنى رمضت. ودبرت جبهته، الظاهر أن الدبر بمعنى وجود القرحة من كثرة المماس. وانخرم أنفه من السجود، وورمت ساقاه وقدماه من القيام في الصلاة. قال أبو جعفر عليه السلام، يعني الإمام الباقر: فلم أملك حين رأيته، بتلك الحال البكاء، فبكيت رحمة له، يعني للإمام زين العابدين،
فإذا هو يفكر، الإمام بدت عليه آثار التفكير، فالتفت إلي بعد هنيئة من دخولي فقال: يا بني أعطني بعض تلك الصحف التي فيها عبادة علي بن أبي طالب. فأعطيته فقرأ فيها شيئا يسيرا، قرأ إما بمعنى طالع وإما بمعنى تلا، يمكن بمعنى طالع، ثم تركها من يده تضجرا وقال: من يقوى على عبادة علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. الإمام السجاد أمامه عبادة أمير المؤمنين. الإمام أمير المؤمنين إشلون كان يعبد؟ العبادة المتعددة الأبعاد، العبادة بالمعنى الأخاص، العبادة بالمعنى الأعام، العبادة بمعنى التضحية. أن النبي صلى الله عليه وآله ما كان صلاح أن يباشر الأعمال بنفسه، هذه أيضا من عبادة أمير المؤمنين، لذلك النبي ما كان صلى الله عليه وآله يباشر. الإمام أمير المؤمنين مو فقط سوى نفسه فداء للنبي في ليلة المبيت، هذا هو المشهور والمعروف. الإمام أمير المؤمنين في كل موقف كان يسوي فداء لرسول الله، في كل حرب عندما الإمام كان يقتل واحد مهاجم، الإمام يعرف شنو معنى هذا. هذه الأحقاد البدرية والأحدية والحنينية من أين جاءت؟ ليش أحد الأئمة المعروفين لا أذكره كان يبغض عليا صلوات الله عليه، لأنه قتل جده من أمه ذو الثدي في حرب الخوارج، كان عنده نوع من البغض لأمير المؤمنين. الإمام ما كان يعرف أن هذه الأعمال شنو وراءها، شنو نتائجها. ليش كان يعرف؟ ولكنه فدى نفسه للنبي صلى الله عليه وآله. في خطبة الصديقة الكبرى: قذف أخاه في لهواتها، قذف. الإمام كان يشوف هذه العبادة لعله يعني المتعددة الأبعاد. فأين الإمام كان يفكر؟ عبادتي من عبادة علي بن أبي طالب. وماذا أعطى الله لعلي بن أبي طالب صلوات الله عليه؟ وماذا أعطى الله لنبيه الأعظم صلى الله عليه وآله؟ هواية هذه عظمة، اسم النبي مقرون باسم الله سبحانه، واسم علي مقرون باسم النبي صلى الله عليه وآله، في الأذان، في الإقامة. هذه العظمة اللي الله أعطاها في الدنيا، لازم نروح للآخرة نشوف العظمة اللي الله أعطاها لعلي بن أبي طالب صلوات الله عليه وللإمام زين العابدين. مع ذلك، مع هذه العبادة، كانوا يشعرون بالتقصير. ما عبدناك حق عبادتك، ما عرفناك حق معرفتك، فنحن ماذا نقول؟ تلك الخادمة سئلت عن الإمام السجاد صلوات الله عليه، فقالت: أطنب أو أختصر؟ قالوا: لا اختصري. قالت: ما فرشت له فراشا بليل قط
وما قدمت إليه طعاما بنهار قط. يعني ما نام ليلة وما أفطر يوما إلا يوم العيد طبعا، هذا بعد وظيفة شرعية. مع ذلك الإمام عندما يشوف عبادة أمير المؤمنين فألقى فقرأ فيها شيئا يسيرا ثم تركها من يده تضجر. كيف نصل إلى ذاك المقام؟ هذا هو المجال الأول، الجد والاجتهاد في مجال الطاعة والعبادة. إحنا أخو مو يعني أنا وأمثالي مو أهل هذه القمة، على الأقل واحد يعرف أنه يعيش في السفوح، هذا مهم. أحيانا واحد يعيش في السفوح وهو يظن أنه في القمة. هي هذه الالتفات، هذه المعرفة يمكن شوية شوية تسوق الفرد. أحب الصالحين ولست منهم، هذا حب الصالحين مهم لأن بالنتيجة يجر الفرد. المبحث الثاني، الجد والاجتهاد في مجال التعلم والمعرفة. البناء الحضاري أو النهضة الحضارية لا يمكن أن يقودها أفراد جهال. النهضة الحضارية يقودها علماء في أي مجال. الغرب يحاول أن يبقينا جهلاء. أنقل لكم قضية عجيبة، أحد الشباب هذا أراد أن يذهب إلى بلاد الغرب، يلتحق بإحدى الجامعات ويدرس في حقل الاقتصاد في إحدى البلاد. العام حفظه الله شاف هذا الشاب قبل ما يروح وقال له ابق في هذا المجال واستمر إلى النهاية، لا ترجع. شوية قدمت تظن أنه تحقق كل شيء، ابقى إلى النهاية، نهاية علم الاقتصاد ولو يطول 20 عام. قال ما يخالف، راحوا بقى في ذاك البلد الغربي مدة، انتهت المدة 4 أعوام، الجامعة انتهت. هذا قدم طلب إنني أريد الاستمرار. للمرحلة العليا. حاولوا صرفه عن ذلك بكل طريقة، ما قبل. قال أنا أريد أداوم. إجا فد واحد يهودي قعد وياه، ما أعلم شنو كان موقعه في تلك الجامعة، قعد وياه وقام الشاب كان ينقل، يقول أنه بدأ يسألني أسئلة دقيقة حول حياتي. أنت في أي منطقة؟ أبوك منه؟ خالك منه؟ عمك منه؟ الذين رأيتهم منه؟ أنا أجيب. يقول هو أنا عندما أجيب يتعجب،
مثلا أقول أبوي مهندس مثلا في فلان شركة، كأنه يبحث عن شيء، عن حلقة مفقودة، وأخذ يتشعب يمينا شمالا، أقربائي أصدقائي، كأنه ما عرف ذيك الحلقة المفقودة. يقول بعدين بالنهاية قال لي أنا عندي سؤال واحد منك، هاي كلها كانت مقدمة، من اللي قال لك ابقى؟ أشوف ذول المحيطين بيك مو مال هذا التشويق، لا أبوك لا عمك لا خالك، هذا من اللي قايل لك ابقى هنا إلى النهاية؟ قلت في الواقع أكو فد عالم من علماء الدين في بلدنا هو الذي شوقني على ذلك، قال معقول، يعني انحلت الحلقة المفقودة. هذا كان يبحث وراء هذه، ليش هذه الفكرة اجت في ذهنه ان يبقى خلافا لكل الطلاب. يقول بعدين بمختلف الوسائل حاولوا إثنائي، ومن جملة الأشياء اللي قال لي هذا اليهودي، قال بلادكم بلاد متخلفة، أنت تريد تخدم بلادك، هذا المقدار من التحصيل يكفي، أنت إذا بقيت هنا 10 أعوام أخرى مثلا شنو يفيدك هذا؟ تضيع لوقتك، ارجع إلى بلادك واخدم بهذا المقدار اللي عندك. هذا الشاب ما اقتنع بهذا المنطق ورجع إلى البلاد ولم يواصل. الدنيا الآن يقودها العلم، من الذي يقود الاقتصاد العالمي؟ المفكرون الاقتصاديون. لا تتصورون هالشكل الأمور دا تمشي. إحنا الآن بلادنا مثل طائر في قفص، حتى إذا يريد يتحرر ما يقدر، ما أقول ما يقدر عقلا، يلعبون بالبلد، يلعبون بالاقتصاد، مفكرين عندهم، في عالم السياسة عندهم مفكرون سياسيون، في عالم الاجتماع وفهم المجتمع. أنتوا الآن دا تتعاملون مع مجتمع، إذا واحد ما فهم هذا المجتمع شلون يتعامل ويا هذا المجتمع؟ كم عندنا عالم مسلم كتب في علم الاجتماع؟ تدرون أن كتب علم الاجتماع اللي تدرس في جامعاتنا هي الكتب التي كتبها الملحدون عادة، أو تحتوي على أفكاره؟ كم عندنا منظر اقتصادي واجتماعي وسياسي وفي علم النفس وفي بقية الحقوق؟ الفقه، كم واحد عندنا مثل صاحب الجواهر الذي صرف من عمره العشرات من الأعوام، من يتمكن أن يألف الجواهر؟ أنه واحد باليوم يقرأ درس واحد لو درسين يصير صاحب الجواهر؟ الآن إحنا لا نحتاج إلى نهوض فقهي، ما نحتاج إلى الإجابة على السؤالات المتجددة، اللي يقرأ في اليوم بحث وبحثين هذا يتمكن يجيب على هذا، اللي ينام من ساعة 12 إلى ساعة 10 الصبح يتمكن يجيب على هذا. هذا يحتاج إلى ركض، إذا واحد ركض من بداية عمره إلى نهاية عمره فلعل يتمكن أن يعمل شيء. وما نيل الأماني بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. صاحب مفتاح الكرامة السيد جواد العاملي، شوفوا كتابه مفتاح الكرامة،
حقيقة كتاب محير، هذا شلون ذهن كان عند اللي كتب هذا الكتاب؟ احنا ما عندنا مفتاح كرامة ثاني، او اذا عندنا كلش نادر. واحد من العلماء كان يقول لي هذا الذهن كأنه كمبيوتر، كان شوفوا في كل تفريع شلون يجمع الأقوال والآراء. أنتوا تردون تعرفون رأي عالم من العلماء العلامة شنو رأيه؟ عملية مشكلة. أفرضوا في مسألة يذكر رأي عشرات العلماء، هذا أي ذهنية كان عنده؟ حفيدة كان يقول، ينقل في أحواله، يقول أنا رحت مدة في بيت جدي يعني السيد جواد العاملي، فكنت أنام كل وقت ما أقوم أشوف هذا مشغول بالمطالعة والكتاب. شوفوا مفتاح الكرامة في أواخر مجلداته، كتاب الوكالة، كتاب الطهارة المجلد الثاني، يقول وقد فرغت من تأليف هذا الكتاب قبل منتصف الليل، يعني هذا الوقت اللي إحنا في النوم العميق، وقد فرغت من هذا المجلد بعد منتصف الليل، وقد فرغت من هذا المجلد في الربع الأخير من الليل، وقد فرغت من هذا المجلد في ليلة القدر. حتى في ليلة القدر كان يكتب. سئل ما أفضل الأعمال في ليلة القدر؟ قال بإجماع علماء الإمامية طلب العلم في ليلة القدر. فيقول أنا أنام وأقوم أشوف دا يكتب. يقول فد يوم قال لي إيش قدت نام إلى كم هذا العشق للنوم؟ هو كاتب يعني حفيده منقول عنه، يقول عندما كان يريد ينام كان يضع رأسه على كفه ويغفو إغفاء قصيرة جدا ثم يقوم ويشتغل بالكتابة. هذا بشر له، هذا حديد حقيقة. شفت واحد دايخ كان، قلت له شبيك؟ قال أنا البارحة نمت 7 ساعات ونصف، نصف ساعة عندي نقص بالنوم. صدق كان دايخ، وهذا يألف مفتاح الكرامة، هذا يألف الجواهر، هذا يحقق النهوض العلمي للأمة في أي مجال من المجالات. الجد والاجتهاد من أول العمر إلى آخر العمر، الجد والاجتهاد في الطاعة والعباد، الجد والاجتهاد في العلم والمعرفة. واحد يريد يصير فقيه يجب أن يجد، واحد يريد يصير أصولي يجب أن يجد، واحد يريد يصير رجالي يجب أن يجد. هذا كتاب الممغاني رحمة الله عليه، الطبعة الجديدة من في علم الرجال يمكن تقع في 50 مجلد، 50 مجلد علم الرجال. شلون واحد يقرأ علم الرجال؟ 43 مجلد صاحب الجواهر كتب بالفقه، وين واحد يكمل الجواهر؟ وين واحد يكمل الأصول؟ لازم يركض. قديما كانوا يقولون العلم يقول أعطني كلك أعطك بعضي. هذا البعض، أنا هذا تعليقي على كلمة العلم، هاي فد قطرة من بحر. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. العلم خو نهاية ما حتى لا يبقى الحديث مبتورا، باختصار أشير إلى المبحث الثالث، الجد والاجتهاد في مجال العمل والخدمة. العمل يحتاج إلى ركض. أكو هنالك كلمتان، الكلمة الأولى للوالد رحمه الله، كان يقول عندنا 3 آيات بالقرآن،
الآية الأولى الله يقول اعملوا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمن. الآية الثانية الله يقول العمل ما يكفي سارعوا، مثل واحد دا يركض اعملوا، خو واحد يمشي مقابل الواقف. الآية الثانية تقول سارعوا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الآية الثالثة تقول مسارعة لا تكفي، استبقوا الخيرات. في حالة السباق واحد يكون في حالة استنفاد كل طاقاته، مركض مسابقة. هذه الكلمة الأولى للوالد. الكلمة الثانية للعم السيد المجتبى حفظه الله، كان يقول احنا عندنا أربعة أشياء. الشيء الأول واحد يعيش في المرحلة الطبيعية، طالب درسيا يقرأ مباحثتيا عنده فالتدريس عنده. الشيء الثاني واحد يعيش مرحلة ما دون المرحلة الطبيعية. الشيء الثالث واحد يعيش ما فوق المرحلة الطبيعية. العم كان يقول المرحلة الرابعة تعبير لطيف، مرحلة الرجال المحاصرين. أنتوا إذا كنتوا في قلعة والعدو حاصركم والقلعة مهددة بالسقوط والقضاء على كل شيء، واحد شلون يعيش في تلك الحالة؟ هذا بعد لا نوم عنده، لا أكل عنده، لا شرب عنده، أكله ركض، نومه ركض، يعني فت 10 دقائق ينام ويفز من النوم، نصف ساعة ينام ويقوم. هكذا كان يقول المطلوب أنه واحد يعيش في هكذه المرحلة. حقيقة إحنا هالشكل، إحنا منطقنا منطق المسارعة، إحنا منطقنا منطق الاستباق، إحنا منطقنا منطق ومرحلة الرجال المحاصرين. إذا واحد دا يركض وراء حيوان مفترس شلون يركض؟ العاملين هذه هكذا يعيشون، العاملين الحقيقيين يعني يشعر أنه وقت ما عنده، المهمة كبيرة، كل ما يعمل فهو قليل وهو حقير، يعني في جنب ما هو مطلوب. إحنا في هذه التحديات الكبرى التي نعيشها، الأرقام الموجودة في العالم الآن أرقام فلكية. واحد من الإخوة كان يقول أنا أي بلد ذهبت إليه رأيت دعايته أكبر من واقعه. دعاية روح شو لا مو هالشكل، إلا بلد واحد من بلاد الكفار طبعا مو بلادنا، رأيت واقعه أكبر من دعايته ذاك البلد، كان مذهول من الأرقام الفلكية الموجودة في ذاك البلد. أما أنه واحد يفكر ألف كتابين وكل كتاب طبع في 2000 نسخة، وأنه فرضا بنى مسجدا فقد انتهى كل شيء، هذا المنطق منطق قرية. بل إذا تعيشون في قرية تألفون كتابية وتصنعون مسجدا ممكن يكفي لتلك القرية. أما إحنا اللي دا نعيش في هذا العالم المهول، العالم بيد من الآن؟ العالم بيد الكفار، بيدنا لو بيد الكفار، بيد الكفار. الإعلام بيد من؟ بيدنا لو بيد الكفار، بيد الكفار.
الفكر بيدنا بيد الكفار، مناهجنا الجامعية منو يضعها؟ الكفار يضعونها. في هذا العالم على قول العام قد آن أن نختار نحن مصيره من قبل أن يختاره الكفار. الآن اختاره الكفار، اختاروا المصير ويصنعون ما يشاءون ويلعبون ببلادنا كما يلعب الأطفال بالأكر، هاي الكرة يأخذوها الأطفال يلعبون بها الشكل يلعبون بها، هذه حقيقة. إحنا بلادنا الآن ألعوبة للكفار ولمجموعة من اليهود وأمثاله. التجارة بيدهم، الإعلام بيدهم، الاقتصاد بيدهم، السياسة بيدهم، الفكر بيدهم، الإعلام بيدهم إلى آخره. بهذه الأعمال المتواضعة ما يمكن واحد يكون وأنتم الأعلون. الله تعالى يقول وأنتم الأعلون، أصلا ما يباوعونه. أنتم عندما ترحون تتكلمون ويا يهودي ما يباوعكم. سيمكن واحد بالألف يسمع، مثل فد واحد جاهل أمي جاي من قرية يريد يشكل على عليكم. أنتوا نفرض طالب في بحث أصلا ما تباوعوه، حتى إذا ما تباوعوه ذهنكم تخلوه مكانته، أصلا ما تعترفون بي. منو هذا؟ الكفار لا ينظرون إلينا. شلون تقولون كلمتكم أنتوا؟ العالي لا ينظر إلى السافل عادة. فإحنا في هذا العالم المشحون ينبغي علينا أن نركض بكل طاقاتنا، لعل الله سبحانه وتعالى يمن على هذه الأمة بالنجاة. الله سبحانه وتعالى محول الأحوال ومغير الأحوال، وتلك الأيام نداولها بين الناس. الآن الدنيا بيد الكفار، إن شاء الله تكون الإصلاح التام. هذا خب في عهد الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه، ولكن بالنتيجة بالمقدار الذي يمكن أنه واحد يغير هذه الحالة. الجد والاجتهاد في ميدان الطاعة والعبادة، الجد والاجتهاد في ميدان العلم والمعرفة، الجد والاجتهاد في ميدان العمل والخدمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك كما أعان الصالحين عليه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهاتي. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقاتي. بين الظلام وبين نور مشرق هدي